موت النبي يعقوب. وبعدين وصاهم وقال: قريب بروح إلى أسلافي، فادفنونا مع أبائي في المغارة اللي اشتراها أبوي إبراهيم مع المزرعة من عفرون الحثي في أرض كنعان. فيها دفن جدي إبراهيم وجدتي سارة وأبوي إسحاق وأمي رفيقة، وفيها دفنت أمكم ليئة. وبعد ما انتهى النبي يعقوب من توصية أولاده سلم روحه إلى خالقها وراح إلى أسلافه. الفصل 50. فحضن النبي يوسف أبوه وبكى عليه وايد. بعدين أمر النبي يوسف علشان يحنطون جسم أبوه، فكمل تحنيطه لمدة 40 يوم. واستمر المصريين حزينين على النبي يعقوب 30 يوم، فيكون كله 70 يوم. ولما انتهت أيام الحزن قال النبي يوسف لمستشارين الملك فرعون: لي طلب عندكم، كلموا الملك فرعون وقولوا له قبل ما يموت أبوي قال وصيته، وهي إننا ندفنه في أرض كنعان، فاسمح لي إننا نروح إلى أرض كنعان لندفن أبوي وبعدين نرجع. فقال الملك فرعون: روح إلى أرض كنعان وادفن أبوك كما وصاك. فرحل النبي يوسف من مصر إلى أرض كنعان ليدفن أبوه مع أخوانه وأقاربه، وراحت معهم مركبات وايدة وفرسان، فكان الموكب كبير جدا. ولما وصلوا عند نهر الأردن حزنوا عليه حزن عظيم بحرارة، وعمل النبي يوسف لأبوه جنازة 7 أيام. فلما شاف الكنعانيين الساكنين الجنازة هناك قالوا: دي جنازة كبيرة للمصريين، وسموا ذا المكان جنازة المصريين. فهكذا عملوا أولاد النبي يعقوب بوصية أبوهم، نقلوه من أرض مصر إلى أرض كنعان ودفنوه في المغارة اللي اشتراها النبي إبراهيم. وبعد ما دفن النبي يوسف أبوه النبي يعقوب عليهم السلام رجع إلى مصر هو وأخوانه وكل الناس اللي راحوا معه لدفن أبوه. موت النبي يوسف عليه السلام. وبعد فترة قال أخوان النبي يوسف بينهم البين: دلحين أبونا مات، ولعل أخونا يوسف ما زال يكره نحن ويفكر ينتقم منا على الأمور اللي عملناها فيه. فأرسلوا رسالة إلى النبي يوسف وقالوا له: يا أخونا يوسف، أبونا قبل ما يموت قال لنا لازم تطلبون العفو من أخوكم يوسف على الذنب الكبير اللي عملتوه فيه، ودلحين نحن نرجوك سامح نحن على الذنب الكبير اللي عملناه فيك، ونحن نعبد إله أبوك يعقوب. وعندما سمع النبي يوسف عليه السلام ذا الكلام جلس يبكي، وفي نفس الوقت جاءوا أخوانه وسجدوا قدامه باحترام وقالوا له: يا أخونا يوسف، نحن كلنا خدمك. فقال لهم: لا تخافون، هل أنا مكان الله؟ أنتوا كنتوا قاصدين شر، لكن الله سبحانه وتعالى حوله خير علشان ينقذكم وينقذ كل الناس من الجوع. لا تخافون، أنا بتكفل بمعيشتكم كلكم أنتوا وعيالكم. هكذا اطمأنهم النبي يوسف وريح قلوبهم. أما النبي يوسف فبقى ساكن في مصر هو كل عائلة أبوه، وعاش النبي يوسف 110 سنين، وشاف الجيل الثالث من نسل إفرايم، وأيضا شاف أولاد حفيده ماكير بن منسى. وبعد فترة قبل ما يموت النبي يوسف عليه السلام قال لأخوانه: قريب موتي، لكن الله سبحانه وتعالى بيرعاكم وبيرجعكم إلى أرض كنعان اللي وعد بها آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فأستحلفكم الله أن تشلوا عظامي معكم عندما ينقلكم الله سبحانه وتعالى لمان هناك. وبعد هذه الوصية مات الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم النبي يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وهو ابن 110 سنين. فحنطوه وطرحوه في تابوت في مصر